بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في محاضرة الأسبوع رقم 9 من كورس Numerical Method in Mechanical Power Engineering لطلبة الفرقة الثالثة قسم ميكانيك قوة في كلية الهندسة بشبينكم. موضوع المحاضرة هو Numerical Solution ل Elliptic Partial Differential Equation. ولو افتكرنا إيه اللي كنا غطيناه في المحاضرة اللي فاتت، في البداية كتبنا General Representation للSecond Order Partial Differential Equations، واتفقنا على إن احنا هنرتب الSecond Order Derivatives وناخد الFirst Order Derivatives والحدود المطلقة لوحدها، وعلى حسب الCoefficients اللي هتظهر مع الSecond Order Derivative قسمنا المعادلة إلى أكتر من Type على حسب قيمة متغير سميناه Discriminant، اللي هو بيتحسب من انه b square minus 4ac، و a و b و c هي الكوفيشنز اللي مع السكند اوردر ديريفاتيف. طبعا لقيمة الديسكريمينانت لو طلع قيمته نيجاتيف يبقى المعادلة اسمها elliptic type، لو طلع صفر يبقى اسمها parabolic type، ولو طلعت قيمة الديسكريمينانت قيمة موجبة يبقى اسمه hyperbolic partial differential equation. وشفنا أمثلة على أشهر أنواع المعادلات التفاضلية اللي احنا بنتعرض ليها، ولقينا إن معادلة زي معادلة الـ second الـ two dimensional steady state heat conduction، سواء كانت في وجود heat في عدم وجود heat source أو في وجود heat source، طلعوا الاثنين elliptic equations. قلنا إن النوع الأول ده اسمه لابلاس equation والنوع الثاني اسمه بواسون equation. المعادلة اللي فيها transient distribution لدرجة الحرارة اللي هو unsteady state heat conduction، اللي فيها derivative للtime بالنسبة للtime و second order derivative بالنسبة للspace، سواء كان للtemperature أو للvelocity، ده قلنا عليه parabolic equation. لكن لو كان الderivative بالنسبة للtime وبالنسبة للspace الاثنين من نفس الorder، طلع نوع المعادلة اسمها hyperbolic equations، ومثال عليها الـ second order wave equation اللي واضحة في السلايد اللي قدامكم. اتفقنا ان احنا هنحل المعادلات دي بمعرفة الـ boundary conditions اللي قد تكون معلومة لينا عند الـ boundaries بقيمة ثابتة، قيمة معلومة للـ function سميناها Dirichlet problem، او يمكن يكون عند الـ boundary الـ function مش معروفة ولكن الديريفاتيف بتاعها هو المعروف، عشان كده سميناها نويمان بروبلم. احيانا يبقى الاثنين بيظهروا في بعض المسائل وقلنا عليها ميكسد بروبلمز. واتفقنا ان تسلسل الحل في النوع ده من المعادلات واحد، بيبدا دايما انك تبقى عارف الدومين اللي هتحلها شكلها ايه، تجزئها لاقسام صغيره بنقول عليها ديسكريتايزيشن، وبعد كده تختار فاينايت ديفرنس اكسبريشن فورورد سنترال او باكورد، وتعوض بيه في البارشال ديفرنشال ايكويشن المعطى ليك وتبسطها الى ابسط صوره ممكنه عشان تطلع حاجه اسمها ستنسل. الستنسل ده بتطبقه عند كل نود وبعد كده تبدا تحل، يا اما تحل الجبرايكلي تعمل ماتريكس وتحلها، يا اما تستخدم الايتريتيف تكنيكس. بدانا بالفاينايت ديفرنس ميثود اللي قلنا لو انت عندك دومين متقسمه لاربعه سيجمنتس، يعني عندنا خمسه نودز في كل اتجاه، الباوندريز معروفة يبقى 3 نودز في الانتيريور دومين في كل اتجاه، يعني 3 في 3. قلنا ان عشان نوفر على نفسنا ازاي نكون الماتريكس اللي هتتحل بعد ما تعمل الستنسل وتعوض بيه في كل نود، تختصر تجيب الماتريكس مباشرة بانك تكون تراي دياجونال ستراكشرد ماتريكس. اذا كان دول 3 صفوف و 3 اعمدة، يعني هنكون ستراكشرد ماتريكس 3 في 3. وكتبنا الكولم اللي بيمثل الفيكتور على انه هو كمان 3 سيكشن، كل سيكشن بيظهر فيه الانون بتاعه كل رو لوحده، الانونز بتاعه الرو الاول يليها الانونز بتاعه الرو الثاني والثالث وهكذا. الحد المطلق بيجي من المعادله اللي على القيمه اللي على يمين علامه يساوي في الستنسل، يظهر في كل المعادلات، وبعد كده يظهر تاثير الباوندري كونديشن على كل نود، كل نود بيأثر عليها boundary condition يطرح منها في الطرف اليمين من الماتريكس. يتبقى الماتريكس of coefficient
عملناها هي كمان عملناها 3 في 3، وكل element منها بيتكون من matrix 3 في 3. هو كمان ال diagonal element منها بياخد ال coefficients بتاعت ال compass notation، يعني ال main diagonal minus 4 وال upper diagonal 1 وال lower diagonal 1، بقيت ال element 4. الماتريسيز اللي موجودة في ال upper diagonal ال diagonal element بتاعها قيمته 1 وبقية العناصر 0 زيها زي اللي في ال lower diagonal. ال 2 matrices اللي باقيين بيبقى null matrix. شفنا كمان ان بدل ما نحل عدد كبير ده من المعادلات اللي بيظهر فيه كمان قيم كتيرة من الأصفار، شفنا iterative techniques. وال iterative method عرفنا منها المرة اللي فاتت حاجتين، عرفنا Jacobi method وعرفنا Gauss-Seidel method. الحل بيمشي بنفس الخطوات بعد ال discretization، اختيار ال finite difference expression وال simplification وforming a stencil. يبدأ الاختلاف هنا، بدل ما كنت بتكون ماتريكس وتحلها هتعمل initial assumption، هتفرض initial guess لكل ال unknown variables، وبعد كده هتعمل iteration تطبق الستنسل عند كل نقطة لوحدها لغاية ما كل قيمتين متتاليتين عند أي نقطة يتثبت يكون الفرق المطلق ما بينهم أو الفرق كنسبة مئوية ما بين اتنين متتاليين يطلع قيمة مقبولة. فلو كانت دي الدومين، boundary conditions هي BC1234، والدومين عبارة عن 3 columns و 2 rows بالشكل ده، وعملنا لهم initial guess هو الصفار. عايز احسب نيو ايتريشن، الباوندري كونديشن مش هيتغير، بدور على القيم دي الجديده. يبقى لو كانت الايتريشن الابتدائيه ايتريشن 0 لمتغير هو وليكن يو، انا بدور على ايتريشن نمبر 1 او هحسب متغير جديد اسمه يو ان، كنا بنستخدم واحد من اتنين من الطرق. الطريقه الاولى كنا بنقول استخدم طريقه جيكوبي اللي فيها عشان تحسب نود زي اللي هنا، عاوز تحسب الكامبس نوتيشن اللي فوق النورث زائد اللي تحت الساوث زائد اللي على اليمين الايست زائد اللي على الشمال الويست، واقسم على 4. القيمه اللي تطلع هي اللي هتكتبها هنا، دي سميناها جاكوبي ميثود. وكنا بنستخدم عشان تجيب يو عند اي وجي في ايتريشن جديده بتستخدم الكامبس نوتيشن عند الايتريشن اللي قبلها بالكامل. الطريقه الثانيه اللي شفناها المره اللي فاتت اسمها جاوس سايدل، وفيها بنستخدم النقط الجديده اللي اخذناها في الحسبان. يعني لما تيجي تحسب يو القيمه الجديده عند اي اي وجي هتلاقي ان انت دايما هتكون عرفت النقطه اللي قبلها عند اي ماينس 1 والنقطه اللي تحتها عند جي ماينس 1، فالنقط دي تاخد احدث نقط انت استخدمتها. عشان كده كنا بنقول النورث والايست فاليوز هيفضلوا بالقيم اللي عند الايتريشن القديمه، انما الساوث والويست فاليوز هيجوا عند الايتريشن الجديده اللي هي كي ماينس 1. كاننا بنقول هتحسب نود عند زي دي، نود في الاوريجن، النقطه اللي تحتها والنقطه اللي قبلها على الشمال هتاخد القيم الجديده. ده اللي عملناه المره اللي فاتت بالتفصيل. الطريقه الاخيره اللي هندرسها في الايتريتيف تكنيكس اسمها ليبمانز ميثود. وليبمانز ميثود هي جاوس سايدل ويضاف عليها حاجه اسمها سكسيسيف over relaxation technique. يعني بعد ما بتحسب النقطة ما تاخدش قيمتها مباشرة، ضيف عليها معاملة من نوع خاص هنوصفها دلوقتي. فنفرض ان احنا هنستخدم ال 5 point notation، يعني ال second order derivative هنوصفه بالاربع نقاط بتوع البوصلة، الشمال والجنوب والشرق والغرب مع النقطة اللي في الاصل، ونرتب المعادلة باستخدام اي finite difference expression، ونفصل نجيب مجهول واحد في طرف من المعادله. يبقى احنا عندنا t عند اي وجي، لو انا بتكلم على لابلاس equation في ال 2 دي يبقى t عند اي بلس 1 وجي، النقطه اللي هي في الموجوده بالنسبه لنا في الايست، زائد t عند اي ناقص 1 وجي، النقطه اللي هي موجوده في الويست، زائد t عند اي وجي زائد 1 اللي موجوده في النورث، زائد t عند i وj ناقص 1 اللي موجوده في الساوث على 4. ده ترتيب الستنسل عشان نجيب مجهول واحد في طرف. الخطوه اللي جايه ان احنا هنحل iteratively بالمحاوله والخطا لكل النقاط الداخليه. ناخد الصف
الأول نخلصه، الصف التاني وهكذا، وفي كل صف ناخد الأعمدة one at a time. الايتريشن بيتم بانك تعمل اسيوم للانيشال جيس فاليو، وبعد كده تعمل كوركشن للاسامبشن بتاعتك. واتفقنا ان اسهل اسامبشن انك تاخد قيمه ابتدائيه تساوي صفر او واحد من الباوندري كونديشن او افريج باوندري كونديشن. الخطوه اللي تيجي بعد كده، ان الخطوه الزياده على الطريقه دي، انك تعمل استخدام لحاجه اسمها اوفر ريلاكسيشن عشان تسرع الكونفرجنس وتقلل عدد الايتريشن. والاوفر ريلاكسيشن بمنتهى البساطه، انت كان عندك ايتريشن قديمه استخدمتها وجبت قيمه جديده عند نفس النقطه، مش دلوقتي مش هتاخد لا القيمه القديمه ولا القيمه الجديده مباشره، هتخلط ما بينهم بنسبه. يعني القيمه اللي انت عاوزها هتبقى القيمه الجديده اللي انت لسه حاسبها، اضربها في معامل هنسميه لامدا، وبعدين 1 ناقص لامدا مضروبه في القيمه القديمه، كأن هنقسم القيمة الحقيقية اللي احنا بندور عليها لمية في المية، جزء منه هناخده من القيمة الجديدة وبقية المية في المية هناخده من القيمة القديمة. المعادلة دي اسمها هي معادلة الأوفر ريلاكسيشن، مع ملاحظة ان انا برمز ل T عند I و J new هي القيمة في الايتريشن الجديدة، و T I و J old دي لنفس النقطة بس عند الايتريشن السابقة. يبقى الفرق الوحيد ما بين ليبمانز ميثود وجاوس سايدل ميثود هو استخدام المعادله دي. بعد ما تحسب قيمه المتغير عند اي نود، ما تاخدش القيمه دي مباشره، اضربها في معامل اسمه لامدا، وبعدين القيمه اللي في الالتريشن اللي قبلها اضربها في معامل 1 ناقص لامدا. لاحظ كده لامدا الكوفيشنت ده اسمه relaxation coefficient، هو weighting factor، هو معامل وزن، يعني كأنه بناخد نسبة موزونة من الحل، قيمتهم بتتراوح ما بين 0 و 2. فإذا كانت لامدا أقل من 1 يبقى الطريقة اسمها under relaxation method، ولو كانت لامدا أكبر من 1 هيبقى اسمها over relaxation method. ودايما هنعمل iteration لغاية ما الـ absolute value للـ relative error يبقى في حدود قيمة مسموح بها. تعالوا نشوف الكلام ده على المثال اللي احنا حليناه اكتر من مره قبل كده. نفرض ان احنا عندنا لابلاس ايكويشن، جدار 2 دايمنشنال وول معرض للباوندريز اللي قدام حضرتك، 75 درجه على الطرف الشمال، 50 درجه على الطرف اليمين، فوق 100 درجه وتحت صفر، كانها دريشلي بروبلم. متقسم لاربعه سيجمنتس، يبقى كل اتجاه فيه 5 نودز، 2 منهم معروفين، يبقى 3 انونز في كل اتجاه. بقى عندنا الكمبيوتيشنال دومين عباره عن 9 نقاط. هو بيقول استخدم ليبمانز ميثود اللي هي جاوس سايدل ويز اوفر ريلاكسيشن، واستخدم الاوفر ريلاكسيشن فاكتور لامدا 1.5، واعمل ايتريشن لغايه ما الايرور يبقى في حدود 1%. نشوف الحل يبقى ازاي. في البدايه عشان الزملاء اللي سالوا على الايميل، يا ترى انا مطالب ان انا احفظ الاثباتات دي، مش مطلوب منك انك تحفظها، لكن عارف الخطوات بتاعتها بتتم ازاي. لو طلب منك انك تثبت الفورمولا قبل ما تستخدمها لازم تعملها، انما لو طلب منك انك تحل وانت عارف الاستنسل النهائي استخدمه مباشره. معنى كده ان انا هبدا باللابلاس ايكويشن في ال2 دي، واستخدم سنترال فاينايت ديفرنس في اتجاه اكس واتجاه واي، اعوض بيهم في البارشال ديفرنشال ايكويشن، ولو فرضت ان دلتا اكس تساوي دلتا واي وبسطت المعادله يبقى انا وصلت للمعادله المشهوره بتاعه الكومبنسيشن. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه ان احنا بعد ما عملنا الديسكريتايزيشن وعرفنا الجريد، تعالوا نفرض انيشال جيس. انا هشتغل على الدومين اللي في الداخل، يعني 3 صفوف كل صف 3 اعمده، عشان كده التسع نقاط دول هديهم انيشال فاليو واقول عليها انها تساوي صفر. فهفرض ان الانيشال تمبريتشر عند اي نود قيمتها تساوي صفر، يبقى ده الدومين اللي قدامنا، ادي الباوندري نودز اللي احنا عارفينها وقيمها بالنسبه لنا معطى. هفرض ان النقاط الداخليه كلها عند تي تساوي صفر. نبدا نطبق دلوقتي سط رو باي رو، وفي كل رو كولوم وايز. والاستنس اللي هستخدمه هو ان هستخدم نورث ذات ساوث ذات ايست ذات ويست، او شمال يمين فوق وتحت، ونجمع ونقسم على 4. نطبق كده عند النود الاولى، يبقى انا محتاج النقطه اللي على اليمين بصفر، النقطه اللي على الشمال ب 75، النقطه اللي فوق بصفر، والنقطه اللي تحت بصفر،
نجمع ونقسم على 4 يبقى ده 18.75. كده يبقى القيمة السابقة في الايتريشن رقم 0 كانت بصفر، في الايتريشن الحالية طلع لي رقم جديد 18.75 من 100. لو كنا بنشتغل بجاوس هايدل يبقى هو ده الناتج، لكن الجديد ان ده قيمة جديدة وده القيمة القديمة، هعمل ما بينهم خلط. الخطوة الزيادة اللي بتظهر في ليبمان ان احنا نعمل الاوفر ريلاكسيشن ستيب، بان احنا القيمة الجديدة دي هنضربها في لامدا ونجمع عليها 1 ناقص لامدا مضروب في القيمة القديمة. يعني لو عوضنا تي عند نفس النقطة 1.1 زي ما هي تساوي لامدا 1.5 مضروبة في قيمة الايتريشن اللي حضرتك لسه مطلعها من جاوس سايدل 18.75% زائد 1 ناقص لامدا مضروبة في قيمة الايتريشن السابقة عند نفس النقطة اللي هي بصفر، يطلع الناتج 28 علامة 125. طبعا واضح كده ان بما ان الايتريشن رقم 0 كانت قيمة النود دي كانت بصفر، الايتريشن رقم 1 القيمة الجديدة بقت 28، فالايرور هيبقى 100%. يعني احنا محتاجين نكمل الايتريشن للاخر وبعدين نعمل ايتريشن جديدة. عند النقطة اللي بعدها لازم ناخد الصف للاخر عند i تساوي 2 ونفس السكشن عند j تساوي 1، يبقى انا محتاج هعوض في نفس الاستنسل، محتاج المعادلة تبقى بالشكل ده، محتاج النقطة اللي على اليمين صفر، النقطة اللي على الشمال مش هاخد الصفر ده، هاخد النقطة اللي احنا لسه جايبينها 28 علامة 125 زائد النقطة اللي فوق بصفر، النقطة اللي تحت ده الباوندري بقى بصفر، نجمع ونقسم على 4 تبقى 7.3%. الرقم ده في جاوس سايدل كنا بنكتبه هنا مباشرة، المرة دي نعمل اوفر ريلاكسيشن، يعني ال 7.3% نضربها في لامدا اللي هي 1.5 ونجمع عليها 1 ناقص 1.5 مضروب في قيمة النود رقم 2.1 عند الايتريشن اللي قبلها اللي هو 0، يوم يطلع الناتج 10 تقريبا 55%. نكمل عند النود اللي بعدها، يبقى عند i تساوي 3 و j تساوي 1 نحسب كده الباوندري بقى 50، النقطة اللي قبلها دي اللي احنا لسه جايبينها اللي هي 10.55%، النقطة اللي فوق بصفر والنقطة اللي تحت بصفر، نجمع الأربعة ونقسم على 4 يطلع 15.14% تقريبا. تاني مش هناخد الرقم ده نكتبه هنا إلا لما نعمل over relaxation، يبقى ال 15.14% اللي لسه جايبينه نضربه في لامدا اللي هي 1.5 زائد 1 ناقص 1 ناقص لامدا مضروبة في قيمة النود دي عند الايتريشن 0 اللي هي قيمتها تساوي 0، يطلع الناتج 22 تقريبا 71%. كده انا خلصت الفيرست سويب، نكمل على الرو اللي بعديه. يبقى الفيرست سويب طلعت لنا الرو الاول، نطلع الرو الثاني بنفس الشكل. سكند رو النقطه الاولى عاوز احسب النقطه دي، يبقى هجيب بالترتيب كده اي واحده منهم، لو انا اخدت اللي تحت 28 زائد اللي فوق 0 زائد اللي على الشمال 75 زائد اللي على اليمين بصفر، اجمع واقسم على 4 يبقى 25.8 تقريبا. اعمل اوفر ريلاكسيشن ال 25.8 اضربها في 1.5 واللي يطلع اجمع عليه 1 ناقص 1.5 اللي هي لامدا مضروبه في 0 يطلع 38، يبقى الناتج اللي هيجي عند النقطه دي هو 38.7. كمل هتجيب النقطتين اللي بعدها بنفس الترتيب، وبعد كده اطلع اعمل، يبقى خلصت السكند سويب، اطلع اعمل للثيرد رو. الثيرد سويب هتطلع النتائج، تعال نحسب النقطة اللي فوق دي نجيبها ازاي. عند i تساوي 1 و j تساوي 3، محتاج اللي فوق ده باوندري بقى ب 100، اللي تحت 38.7، اللي على اليمين بصفر، اللي على الشمال باوندري 75، نجمع ونقسم على 4 يبقى 53.4. نضرب ده في لامدا واللي يطلع نجمع عليه 1 ناقص لامدا مضروب في قيمة النود اللي كانت هنا اللي هي بصفر، يبقى الرقم 80.1 ده المفروض ان يتكتب مكان النود 1.3. ونكمل النقطتين اللي بعدها بنفس الطريقة، يبقى احنا خلصنا الثيرد سويب. كده الايتريشن رقم 1 انتهت بالكامل، واحنا عارفين ان الانيشال جيس كان بصفر، فكل الايرورز دلوقتي 100%، يعني لسه ما حصلش كونفرجنس، لسه الحل ما انتهاش. نعمل ايتريشن رقم 2، لو عملنا ايتريشن بنفس الترتيب اللي فات يطلع نواتج زي دي بنفس القيم، وتعالى احسب الايرور ما بين الايتريشن رقم 2 والايتريشن رقم 1 اللي قيمها هنا مكتوبه بالاحمر. تعال ناخد عند النقطه الاولى،
second iteration كانت تي واحد واحد باتنين وتلاتين ونص. first iteration كانت تي واحد واحد بتمانية وعشرين وواحد من عشرة. يبقى الـ absolute error 32.5 ناقص 28.1 ونقسم على 32.5 يقوم يطلع الناتج 13.5%. 13.5% المسموح كان 10% بس، يعني معنى كده المسموح كان 1%، يعني معنى كده ان الايرور لسه كبير، يبقى مطلوب منك انك تكرر ايتريشن جديده. بعد اكتر من ايتريشن الايرور النواتج هتطلع بالقيم الواضحة قدام حضرتك، وفيها الماكسيمم ايرور عند اي نود اقل من 1%. دي كده الطريقة. طيب تعالوا نطبق عليها كمان مرة بمثال، والمثال ده كان في مسألة امتحان اخر سنة في سنة من السنوات. مثال كان بيقول approximate the solutions to the following elliptic partial differential equations using the successive over relaxation method. حل الـ elliptic equation باستخدام over relaxation method. Take over relaxation factor of 1.2 lambda 1.2. Use delta x equals to 0.2 and delta y equals to 0.2. كأن الجريد هتبقى سكوير وطول كل واحدة منها 2/10. Assume an acceptable tolerance of 33%. الخطأ المسموح بيه 33%. ومدي حضرتك بوسون إيكويشن. Partial square u by partial x square plus partial square u by partial y square equal to x squared plus y squared all into exponential of xy. ومعرف لحضرتك الدومين x بتتغير من 0 ل 1 y بتتغير من 0 ل 1. معنى كده ان لما x تتغير من 0 ل 1 ودلتا x ب 2 بقى عندك 5 سيجمنتس نفسها في اتجاه y بقوا 5 في 5. لما يبقى عندك 5 سيجمنتس يعني 6 نودز منهم 2 معلومين، يعني الـ inner nodes بقت 4 في 4 بقى عندك 16 نقطة في الـ computational. مدي كمان الـ boundary conditions. بيقول قيمة U عند X بصفر وعند أي Y، يعني معنى كده إنه بيتكلم على الحافة اللي ناحية الشمال قيمة U عندها بواحد. U عند X بواحد وأي Y، بيتكلم على الطرف الثاني من الـ boundary، قيمة U تساوي exponential of 2y e أس 2y. الباوندر كونديشنز الثانية U عند أي x و y بصفر، يعني عند اللور ايدج قيمتها بواحد. U عند أي x والأبر ايدج عند y بواحد قيمتها e أس x. لاحظ كده من المعطيات، صحيح الباوندر كونديشنز بالنسبة لك هي كلها أرقام وعارفها، ولكن قيمها مختلفة ما بين نود ونود. ليه؟ لأن هنا لما تبقى واي لها قيمة، يبقى لو واي بصفر القيمة دي لها ناتج والقيمة دي لها ناتج تاني عنها لو كانت واي بستة من عشرة. معنى كده أن كل نقطة على الباوندري ممكن يبقى لها رقم غير الرقم بتاع النقطة المجاورة ليها. المهم بالنسبة لنا الباوندريز معروفة ودريشلي بروبلم. الخطوة الأولى هي الديسكريتايزيشن، يبقى أنا هقسم السكوير جريد زي ما اتفقنا إنه هيبقوا 5 سيجمنتس وهنعدهم 6 نقط من I و J، هما الاتنين هيبقوا نفس الكاونت من 0 ل 5. يعني الدومين بالنسبة لي لو هي دي وأنا هقسمها في اتجاه X ل 5 سيكشنز ل 5 جريد أو 5 سيجمنتس، أدي السيجمنت رقم 1 2 3 4 5 وهقول عليهم كده، هعدهم ده الكاونتر رقم 0 اي ب 0 1 2 3 4 5 عشان يدوا الستة سيكشنز. يبقى دي النودز اللي احنا بندور عليها في اتجاه اكس. هنقسمهم كمان في اتجاه واي لخمسة سيكشنز 1 2 3 4 5 يعمل لنا 6 انترفيسز، وعندهم نعدهم من 0 ل 5 بكاونتر اسمه جي، ويبقى دي النقط اللي احنا بنتكلم عليها. ولو كملنا الدومين هتبقى 6 في 6 بالشكل ده، ولكن منهم الباوندريز معروفه، يعني معنى كده ان النقاط اللي باللون الفاتح اللي بره دي بالنسبه لنا معروفه من الباوندريز، والكمبيوتيشنال دومين هي النودز اللي ظاهره باللون الاحمر وعددهم 4 في اتجاه اكس و4 في اتجاه واي، يعني 16 نقطه. تعالوا دلوقتي عشان نكتب الأرقام جوه الدوائر دي
حول الدايره لمربع عشان اكتب جواها بس. فالدومين بالنسبه لي ما زالت هي هي، ادي 5 سيكشنز في اتجاه اكس، 1 2 3 4 5، وانا كتبت الدومين على ان ده السكشن النود رقم 0، النود رقم 1، النود رقم 2، النود رقم 3 لغايه النود رقم 5، وزيها دي في اتجاه جي ده النود رقم 0، النود رقم 1 وهكذا. وحطينا قيم اكس عشان لما نحسب الباوندري. نكتب الباوندري كونديشن كده، هو بيقول يو لما كانت اكس بصفر يعني في النقطة دي، واي واي قيمتها بواحد، يعني كل النودز دي الباوندري كونديشن بتاعها بواحد، ويو عند اكس بواحد، ادي قيمة اكس، اكس بواحد يعني عند اي تساوي 5، قيمة يو تساوي اي اس 2 واي، هنا واي بصفر يعني اي اس 0 بقت بواحد. النقطة اللي بعدها واي باتنين من عشرة، يبقى الباوندري اللي هنا بقى اي، الباوندري كونديشن اللي هنا بقى اي اس 2 مضروب في 2 من 10، وتحسب يبقى انت عرفت الباوندري اللي ناحيه اليمين. تعال نشوف الباوندري اللي بعديه، يو عند اي اكس واي بصفر، يعني بيتكلم على الايدج اللي تحت، مهما اختلفت قيمه اكس وواي على طول بصفر، قيمه يو تساوي 1، يعني الايدج اللي تحت دي كل الباوندري كونديشن عندها بواحد، زيها اللي فوق يو عند اي اكس وواي تساوي 1 هي اكسبوننشال اكس، النقطه اللي هنا دي عندها اكس تساوي 2 من 10، يبقى اي اس 2 من 10، بعدها دي اي اس 4 من 10 وهكذا، يبقى انت حسبت الباوندري وفاضل لك ال 16 نقطه اللي موجودين في الداخل اللي عاوز تحسبها. كده عملنا ديسكريتايزيشن وعرفنا الادريسز وعرفنا الباوندري كونديشنز. تعالوا نشوف كده، نجيب الستنسل عشان نبدا نعمل الايتريشن. الستنسل هبدا بلابلاس ايكويشن، سوري هبدا ببوسون ايكويشن المعطاه، بارشال سكوير يو باي بارشال اكس سكوير زائد بارشال سكوير يو باي بارشال واي سكوير زائد تساوي اكس سكوير زائد واي سكوير مضروبه في اي اس اكس واي. الخطوه اللي جايه هستخدم سنترال فاينايت ديفرنس، يبقى النقطه اللي قبلها زائد النقطه اللي بعدها ناقص 2 من اللي في النص مقسومه على مربع الانكريمنت زيها في اتجاه واي يساوي الطرف اليمين. نعمل ديسكريتايزيشن للطرف اليمين، اكس سكوير انا بعمل مفكوك للمعادله دي كلها حوالين النقطه رقم اي وجي، يعني لما اكتب اكس سكوير هتبقى بالنسبه لي هي اكس عند النقطه رقم اي، ودي زائد واي سكوير هتبقى واي واي جي سكوير مضروبه في اي اس اكس واي تبقى اكسبوننشال اكس اي انتو واي جي. الخطوه اللي جايه نبسط، يعني نضرب في دلتا اكس سكوير، وتعالوا نقول دلتا اكس دي نقول او دلتا واي نسميها اتش، يبقى المعادله بالنسبه لنا هتتكتب بالشكل ده، هيظهر يو اي ماينس 1 وجي، يو اي بلس 1 وجي، يو اي وجي ماينس 1، يو اي وجي بلس 1، ونجمع الاثنين دول على بعض يبقى ماينس 4 يو اي جي. يتبقى عندنا اتش سكوير هتظهر في الطرف اليمين، واكس اي سكوير زائد واي سكوير واي جي سكوير هتظهر زي ما هي مضروبه في اي اس اكس اي واي اي. الخطوة اللي جاية تعالوا نحاول نجيب الستنسل، يعني هجيب المعادلة الترم ده لوحده في الطرف الشمال، المرة دي ننقله هو الطرف اليمين، هو ده اليمين ولا الشمال، ننقله في الطرف ده وناخد الترم ده ننقله في الطرف الشمال ونقسم على 4، يبقى يو سب اي جي عند الايتريشن الجديدة كي بلس 1 هي 1 على 4 من القيمة اللي في النورث. لاحظ كده ان القيم اللي قدامنا يو اي ماينس 1 وجي دي اللي هي بالنسبه لنا فين على نفس الليفل وعلى الشمال، يعني هي قيمه الايست، يعني يو اي ماينس 1 وجي هي الايست زائد يو اي بلس 1 وجي، اي بلس 1 يو عند اي ماينس 1 وجي بالنسبه لنا هي الويست، يو عند اي بلس 1 وجي هي الايست، يو عند اي وجي ماينس 1 هي الساوث، يو عند اي وجي بلس 1 اللي هي النورث، وتبقى عندنا الطرف اللي جه اللي في اليمين ده اتنقل الناحيه الثانيه وجه بقى بنيجاتيف ساين. بقى ده الستنسل اللي احنا هنعوض بيه في كل نقطه. محتاج ان انا اشوف النقطه اللي فوق، النقطه اللي تحت، النقطه اللي على اليمين، النقطه اللي على الشمال، واطرح منهم القيمه دي عند كل نقطه، واللي يطلع اقسمه على 4
مع ملاحظة إن كل نقطة تحت وكل نقطة على الشمال أنت جبتهم قبل كده استخدمهم في الحسابات الجديدة. وبعد ما تعمل ده اعمل over relaxation، القيمة اللي أنت لسه جايبها في الخطوة اللي فاتت اضربها في لامدا واجمع عليها واحد ناقص لامدا من القيمة اللي كانت في الايتريشن اللي قبلها. نطبق الكلام ده، هفرض initial guess دي نفس الدومين إحداثيات y وإحداثيات x اللي بنعدها من i تساوي 0 لغاية 5 ومن j تساوي 0 لغاية 5. أنا هفرض initial guess value هقول عليها تساوي 1، مفيش معنى إن أنا آخد 0 المرة دي، وإن خدت قيمة 0 مفيش خطأ ولكن عدد الإيتريشن هيزيد. فأنا هقول إنه في إيتريشن 0 كل النقاط الداخلية تي اي وجي عند إيتريشن 0 قيمتها تساوي 1. الخطوة اللي جاية تعالوا نعمل إيتريشن نمبر 1، نطبق ليبمانز ميثود وتعالوا نحسب عند النود الأولى دي، هنتحرك صف صف ونخلص في كل صف الأعمدة بتاعه. فأنا عاوز أحسب عند النقطة رقم 1، يبقى عايز النقطة اللي في النورث زائد اللي في الساوث زائد اللي في الإيست زائد اللي في الويست زائد قيمة الترم ده ناقص قيمة الترم ده واللي يطلع أقسمه على 4. نعوض بالأرقام، نشوف كده النورث بقى بواحد، الساوث باوندري بقى بواحد، على اليمين اللي هو الايست بواحد، والويست باوندري بقى بواحد، ناقص اتش سكوير يبقى ناقص 2 من 10 سكوير مضروب في اكس اي. عند النقطة دي اكس بتاعتها ب 2 من 10 يبقى 2 من 10 اس 2 زائد واي جي، واي بتاعت النقطة دي ب 2 من 10 يبقى زائد 2 من 10 سكوير، كل ده مضروب في اي اس اكس واي. عند النقطة رقم 1 x ب 2 من 10 و y ب 2 من 10 يبقى e أس 2 من 10 في 2 من 10. احسب السكوير براكت ده واقسمه على 4 يقوم يطلع الناتج 0.992. مش ده الناتج اللي هنكتبه مكان الواحد، المفروض الخطوة اللي جاية نعمل دلوقتي over relaxation، يعني إن الرقم اللي طلع ده علامة 3 في ساعات 2 اضربه في لامدا، لامدا كان بيقول عليه 1.2 من 10 زائد 1 ناقص لامدا مضروبه في الايتريشن 0، الايتريشن 0 عند النود دي كان بواحد، يقوم يطلع الناتج 99904 بعد العلامه. كده تعرف تكتب الرقم ده في النود رقم 11، الرقم ده اللي هيطلع هنا. وكمل للارقام الجديده كلها مع ملاحظه، لما تيجي تحسب عند الرقم اللي باللون الفاتح اللي هنا ده عند النود دي محتاج تجيب ايه؟ محتاج تاخد النقطة اللي فوقها واحد، النقطة اللي على يمينها واحد، النقطة اللي تحتها والنقطة اللي على شمالها مش هتاخد القيم دي، هتاخد القيمتين اللي هنا اللي حضرتك لسه جايبهم في الايتريشن اللي قبلها. لما تكمل الصف الأول للنهاية والصف الثاني للنهاية يبقى أنت خلصت الدومين بالكامل، ساعتها تبدأ تدور على الريلاتيف ايرور، الايرور عند النقطة الأولى اللي هو هنا، الفرق ما بين قيمة مطلقة واحد ناقص علامة 3904 واقسمه على القيمة الجديدة نسبة مئوية يطلع 1 من 10%. كمل عند كل نود احسب الايرورز كلها وشوف يا ترى كلهم اصغر من المسموح به 33% ولا لا. بعد ما تخلص هتلاقي ان في نقطتين اتنين بس الايرور فيهم اكبر من الايرور المسموح، نقطتين زي نقطة زي 10، طالما الايرور ما تحققش بقيمة مقبولة عند جميع النقاط يبقى لازم نعمل ايتريشن جديدة. بعد دي ايتريشن نمبر 1 نستخدمها عشان نحسب ايتريشن نمبر 2 بنفس التكنيك اللي فات، هنبدأ صف صف وعمود عمود نحسب النقطة باستخدام الكامباس نوتيشن، اللي فوق زائد اللي تحت ناقص زائد اللي على اليمين زائد اللي على الشمال من الايتريشن اللي قبلها ما عدا القيم الجديدة، اطرح منه الترم واقسم على 4 واعمل اوفر ريلاكسيشن، تطلع نتائج الايتريشن نمبر 2 بالشكل ده، قارنها بايتريشن نمبر 1 تلاقي الايرور كلها اكبر ايرور فيها بقى 32% مسموح ب 33%، معنى كده ان حصل كونفرجنس وتبقى النتيجه دي هو الحل اللي حضرتك بتدور عليه. الكلام ده لو كانت كل الباوندريز معروفه بالارقام معروفة قيمة للدالة.
احيانا بنشوف في تطبيقات الهيت ترانسفير مثلا بار وطرف منه ثيرمالي انسوليتد معزول، يعني التمبريتشر جريدينت عنده ماكسيمم، او وول بيفقد حراره بالكونفكشن للوسط اللي حواليه. من التطبيقات دي بتظهر لنا نوعيه كتيره من البروبلمز اللي احنا بنقول عليها دريفاتيف او نويمان باوندري كونديشن. تعالوا نبص كده ايه اللي ممكن يطلع عندنا. تخيل ان ده بار وان دايمنشنال هيت ترانسفير بروبلم، طوله معروف وانت جزأته لخمسة سيكشنز، ده الديسكريتيزيشن بتاعه. وعند السيكشن الاول اللي جنب الباوندري او عند السيكشن الاخير اللي عنده الباوندري ممكن يبقى الطرف ده معزول، يعني معدل تغير يو، لو قلنا يو هي التمبريتشر، بارشال يو باي بارشال اكس، تغير في اتجاه اكس يساوي صفر، كان الطرف ده معزول، او حتى بارشال يو باي بارشال اكس تساوي اتش هي ترانسفير كوفيشنت في يو اللي هي التمبريتشر ماينس يو انفينيتي التمبريتشر عند ما لا نهايه، او ممكن يبقى الجريدينت يساوي رقم ثابت او يساوي فانكشن من اكس. دول الاربع حالات المختلفه اللي ممكن تقابلنا، ان عند اي باوندري يبقى فيه جريدينت يا اما قيمه ثابته يا اما فانكشن من اكس يا اما صفر يا اما فانكشن من التمبريتشر او من الفاريبل اللي انت بتدور عليه. نتعامل مع النوع ده من المسائل بشكل مختلف. ليه؟ لان قبل كده كنا بنقول لما نعمل تقسيم النقاط الداخليه بس هي اللي مجهوله، دي النقط اللي كنا بندور عليها عند اي تساوي 1 و2 و3 لغايه n ماينس 1، ما كناش بنحمل هم النقط اللي بره. انما دلوقتي لما يبقى على الباوندري ما انتش عارف غير الديريفيتيف، طب قيمه الداله بكام؟ بقت مجهوله، وبالتالي عدد المجاهيل بيزيد. كان الانونز المره دي داخل في حسابها الباوندريز هي كمان. طب نتعامل معاها ازاي؟ كل اللي نعمله ان احنا هنتخيل وجود سيكشن زي اللي احنا قسمناه. لو الجنب ده عليه ديريفيتيف نتخيل ان في سيكشن هو مش موجود imaginary، عشان كده بنقول عليها ghost node، نقطة او جسم شبح، حاجة حاجة تخيلية. تخيل ان واحدة زي الجريد دي اتعملت الناحية التانية، سواء عند الادج اللي هنا او المقابلة ليها، منين ما يكون في derivative boundaries. وبعد كده يبقى تخيلت وجود node، الخطوة اللي بعدها دي unknown، استخدم تايلور سيريز اكسبانشن، هات المشتقة الأولى عند الإدج دي. يعني لما كنا بنعمل ديسكريتيزيشن كنا بنبدأ نقول السكشن ده رقم صفر، ده رقم واحد اتنين لغاية N. طب يبقى لما أعمل نود جديدة يبقى عندها حرف جديد أرقامه إزاي؟ المنطقي إن يبقى ياخد الرقم اللي قبل صفر على طول، بقى السكشن اللي هنا I بتاعته تساوي ماينس 1. كأن تمبريتشر عند I تساوي صفر مش مجهولة، وأنا جبت لنفسي كمان هنا مشكلة جديدة عند I اسمها قيمتها تساوي ماينس 1. طب نحلها ازاي؟ تعالى عند I تساوي صفر عند الحرف ده وشوف المشتقة الأولى تحسبها ازاي، partial U by partial X باستخدام central finite difference تساوي النقطة اللي بعدها ناقص النقطة اللي قبلها مقسومة على المسافة ما بين الاتنين. يعني partial u by partial x عند i تساوي صفر هي u اللي بعدها اللي هي u واحد ناقص u اللي قبلها u عند ناقص واحد مقسومة على المسافة ما بين الاتنين دول. لو قلنا ان احنا قسمنا لسكشن ويدز كل واحد فيهم اسمه h، يبقى المسافة ما بينهم هي 2 h. ولو كان الديريفاتيف اللي عندنا بيعطى بالشكل ده partial u by partial x is equal to a، يبقى التفاضل partial u by partial x اللي احنا جبناه بسنترال فاينيت ديفرنس قيمته بقت تساوي ايه. تعالى رتب المعادله دي وهات يو عند ماينس 1 دي لوحدها في طرف، يعني هتضرب 2 اتش في الطرفين وتنقل ده الناحيه الثانيه، يبقى يو عند اي تساوي ماينس 1 قيمتها يو عند 1 ماينس 2 اي اتش. يبقى معنى كده ان القيمه اللي انت بتدور عليها تعرف تجيبها بدلاله القيمه اللي بعدها، ومن هنا تعرف تكمل الحل زي ما هنشوف بعد شويه. الجديد اللي هنطبقه زي
زي الخطوات اللي فاتت بالظبط، بس هنعمل دلوقتي حاجة جديدة. الانر نودز اتعامل معاها زي اللي فات بالظبط، الباوندري نود هنعمل لها بالانس خاص بيها باستخدام المشتقة الاولى عند الباوندري اللي عليه الدريفيتيف، كأننا بنعمل معاملة خاصة للباوندري نود اللي فيها دريفيتيف، ومعاملة مختلفة للنودز اللي في الداخل، كأن بدل ما يبقى عندنا ستنسل واحد يبقى عندنا اتنين ستنسل، واحد للنقط الداخلية واحد للنقطة اللي على الطرف. فلو انت عندك اربع اطراف معزولين يبقى انت عندك ستنسل للنقاط الداخلية، واربعة ستنسل كل واحد فيهم عند طرف من الاطراف المعزولة. كل ما يظهر باوندري عليه دريفاتيف يظهر ليه ستنسل جديد في المسألة. المسألة اللي فاتت نفسها، تعالوا نفرض ان بدل ما كان الجدار هو عليه درجات الحرارة اللي كانت قبل كده، تعالوا نفرض ان الحرف الشمال منه معزول، ان بارشال تي على بارشال اكس معدل تغير اتجاه انتقال الحرارة درجة الحرارة في الاتجاه ده عند الحرف ده بيساوي صفر. يعني كل هعمله ان انا هعمل ديسكريتيزيشن واعمل ليبل من النود زي ما اتعلمنا قبل كده. ادي النودز اللي بدور عليها، اللي فوق باوندري قيمته معروف، اللي على اليمين باوندري قيمته معروف زي اللي تحت، لكن اللي على الشمال الباوندريز اللي باللون الاصفر مش عارفها دلوقتي، بقت مجهول. يعني انا عندي 3 في 3 مجاهيل قبل كده، زاد عليهم دلوقتي كمان 3 الناحيه دي. الحل هاخد واحده منهم كده بره لوحدها واعمل لها بالانس، النقطه دي هي النقطه اللي في النص، واقول عندها تعالى الديريفاتيف في اتجاه اكس شوف كده ارقامها هتبقى ايه. النقطه دي اللي هي تي عند اي تساوي 0 وعند جي تساوي 2، يبقى اللي فوقها تي عند اي تساوي 0 وجي ب 3، اللي تحتها تي عند اي ب 0 وجي ب 1. النقطه دي هي هي اللي هي عند اي ب 0 وعند جي ب 2، النقطه اللي بعدها تبقى تي عند اي ب 1 وجي ب 2، النقطه اللي قبلها تبقى عند اي بكام؟ اذا كانت دي عند اي ب 0 تبقى دي عند اي ماينس 1. نطبق عندها المعادلة، تبقى النود اللي أنا بتكلم عليها تي عند اي بصفر مهما كانت جي بتاعتها بكام، يبقى اللي فوقها تي عند اي بصفر وجي زائد 1، اللي تحتها تي عند اي بصفر وجي ماينس 1، اللي بعدها تبقى تي عند اي بواحد وجي، اللي قبلها تبقى تي عند اي تساوي ماينس 1 وجي. هنا نبدأ بالبالانس العادي الكامباس نوتيشن من لابلاس ايكويشن لو كانت، وتعالى عامل الادج دي لوحدها معامله خاصه. لما تبقى اي بصفر واي قيمه لجي عوض في المعادله دي، تبقى تي اي بلس 1 تبقى تي 1 وجي، زائد تي اي ماينس 1 واي بصفر تبقى تي عند ماينس 1 وجي، زائد تي عند اي اللي هو 0 وجي زائد 1، زائد تي عند اي اللي هي 0 وجي ناقص 1 ناقص 4 تي اي وجي تساوي 0. طيب كده بقى عندي ظهر ترم هنا غريب اللي هو تي عند اي ماينس 1 وجي. تعالوا عند الحرف ده ونجيب المشتقه الاولى، بارشال تي باي بارشال اكس من الفاينايت ديفرنس باستخدام السنترال اكسبريشن، يبقى تي اللي بعدها احنا بنتكلم عند اي تساوي 0 يبقى تي 1 وجي، ناقص تي اللي قبلها يبقى تي عند اي ناقص 1 وجي مقسومه على 2 دلتا اكس. رتب المعادله دي، هات تي اي ماينس 1 وجي في طرف، يتبقى تي اي وجي ناقص 2 مضروبه في دلتا اكس مضروبه في بارشال تي على بارشال اكس، اللي هو الديريفاتيف اللي معطى اللي هو الباوندري اللي حضرتك عارفه. خد المعادله دي وارجع عوض بيها في الاستنسل الاصلي، شيل تي اي ماينس 1 وجي واكتبها في الاستنسل ده، تبقى المعادله بالشكل ده، تي اي وجي تي 1 وجي يفضل زي ما هو، نشيل تي ناقص 1 وجي ونكتب مكانها تي 1 وجي، يبقى يظهر هنا تي 1 وجي مع تي 1 وجي اللي كانت موجوده قبل كده، يبقى 2 تي 1 وجي. بقيه الترم ده ناقص 2 دلتا اكس مضروبه بارشال تي على بارشال اكس. كمل الثلاثه ترمز دول زي ما هم، وبعد كده لو انت عارف قيمه الباوند قيمه الديريفاتيف اكتبه في المعادله دي. نشوف مثال، وعشان نمرن نفسنا على استنتاج الستنسل تعالوا نبدل الانسوليشن، خلي العزل بدل ما كان في المثال اللي فات عند الحرف اللي على الشمال، خلي الحرف اللي تحت هو اللي معزول، وبرده لابلاس ايكويشن
بنفس الديسكريتايزيشن ونفس الباوندرز الثلاثه ما عدا ان اللور ايدج بالنسبه لنا انسولين. التقسيم، الخطوه الاولى هنستخدم اللابلاس ايكويشن فاينايت ديفرنس، نعمل سبستيتيوشن وسمبليفاينج وطلعنا ستنسل ده هيشتغل لكل الانر نودز. لكن تعالوا نعامل الحرف المعزول معامله خاصه، يبقى عند اي قيمه لاي عند اي اكس بس عند اللور ايدج اللي واي بتاعتها بصفر اللي جي بتاعتها بصفر. كل اللي اعمله دلوقتي هقول ان في هنا ثلاث نقط عاوز اعرفهم هم كمان، يبقى عند جي بصفر واي قيمه لاي تعالوا ناخد نود من دول ونعمل لها ستنسل لوحدها، يبقى النود دي عند اي اي وجي بصفر، يبقى اللي فوقها عند اي اي وجي بواحد واللي تحتها عند ناقص واحد، دي الجوست نود اللي احنا بنجيبها. النقطه دي يبقى اللي بعدها عند اي زائد واحد واللي قبلها عند اي ناقص واحد والاثنين عند نفس جي اللي هو قيمته تساوي صفر. عند الايدج اللي تحت هنكتب من نبدأ بالستنسل وبعدين نكتب الدال المشتقة الأولى باستخدام السنترال فاينايت ديفرنس. المشتقة الأولى في اتجاه واي المرة دي، يبقى بارشال تي على بارشال واي تساوي في عند النود دي اللي فوقها ناقص اللي تحتها مقسوم على المسافة ما بينهم، يعني تي عند اي واحد ناقص تي عند اي وجي تساوي ناقص واحد مقسومة على اتنين دلتا واي. ورتب هات دي لوحدها في طرف، هات تي عند اي وناقص واحد في طرف تساوي تي عند اي واحد ناقص اتنين دلتا واي مضروبة في الدريفاتيف. وبعدين لاحظ كده الدريفاتيف ده بصفر، خد المعادلة دي وعوض بيها في المين ستنسل، يبقى تي اي زائد واحد وصفر تفضل زي ما هي، تي اي ناقص واحد وصفر تفضل زي ما هي، تي اي واحد تفضل زي ما هي، تي اي وناقص واحد اشيلها واكتب مكانها الترم ده، اكتب مكانها تي اي كوما 1 يعني هيطلع هنا كمان 2 تي اي 1 ناقص 2 دلتا تي دلتا واي مضروبه بارشال تي على بارشال واي، الاوريجين ناقص 4 تي اي و0 والحد على اليمين بصفر زي ما هو. عوض دلوقتي عن قيمه بارشال تي على بارشال واي اللي هو بيساوي صفر، الترم ده هيضيع كله، يتبقى عندك ستنسل تي اي زائد واحد وصفر، يعني بتكلم على النقطة اللي ناحية الايست، تي اي ناقص واحد وصفر يعني النقطة اللي ناحية الويست، زائد اتنين تي اي وواحد زائد اتنين من النقطة اللي في النورث تساوي اربعة من النقطة اللي ناقص اربعة من النقطة اللي في الاوريجن تساوي صفر. كأن تعرف دلوقت ترتب المعادلة وتطلع منها عند الحرف اللي تحت لأي قيمة الاي المعادلة دي هي اللي هتطبق. شوف الكلام ده يبقى ازاي. تعالوا نكمل معادلات الصف الاولاني ده، لما تبقى جي بصفر والقيم اختلفت ده اللي احنا بنقول عليه الفيرست سويب، والمعادلة اللي فاتت اللي احنا لسه كاتبينها من شوية تي اي زائد واحد وصفر تي اي ناقص واحد وصفر اتنين تي اي وواحد ناقص اربعة تي اي وزيرو، يعني كان بقول الايست زائد الويست زائد 2 من النورث ناقص 4 من الاوريجن يساوي صفر. ده الاستنسل عند الصف اللي تحت ونطبق بيه عند الثلاث نقط دول. لما تبقى اي بواحد يبقى المعادله تقول هنا، هقول كده بالترتيب، النقطه اللي في الايست اللي هي تي 2 وصفر زائد النقطه اللي في الويست اللي هي الباوندري 75 زائد 2 من النقطة اللي موجودة في النورث، اتنين من النقطة اللي في النورث اللي هي عند واحد واحد، وبعدها ناقص أربعة من النقطة اللي في الأوريجين، بسط المعادلة يبقى أنت عندك معادلة ظهر فيها ثلاث مجاهيل. اتنقل عند النقطة اللي بعدها، لسه جي بصفر، أي المرة دي باتنين، يبقى تكمل عند المعادلة دي، بتدور على الإيست ويست، اتنين من النورث وأربعة من اللي في الأوريجين. وكمل عند النقطة اللي بعدها، يبقى الصف الأول هيدي لك ثلاث معادلات. اتنقل عند الصف اللي بعديه رو رقم 2، لما تبقى جيب واحد يعني بنتكلم على النقط دي دلوقتي، دخلنا في الانر دومين، يبقى ارجع للستنسل الأساسي
اللي هو east west north south ناقص 4 من الاوريجين. المعادله الخاصه استخدمتها بس مع الصف الاول، للثلاث صفوف اللي جايين هستخدم الاستنس الاساسي، وعوض مره في الصف الاول يدي ثلاث معادلات، وارجع اعوض في الصف الثاني يدي ثلاث معادلات، والصف الثالث يدي ثلاث معادلات تانيين. رتبهم في صوره الماتريكس لو انت بتحل بالفاينايت ديفرنس، الماتريكس هتطلع زي ما هي قدام حضرتك كده. فاكر الستراكشر دي ماتريكس اللي كانت كل المين دايجونال باربعه، الابر دايجونال بماينس 1 واللور دايجونال بماينس 1، وبعد كده كان في ماتريكس ثانيه كان فيها المين دايجونال بتاعها بواحد. اللي اختلف دلوقتي عشان اللور ايدج بقت معزوله، لاحظ ان الانر نودز بقت 4 في 4، بقت اربع صفوف وثلاث اعمده، مش كده؟ يعني معنى كده ان الماتريكس بقت 12 في 12، حجمها كبر. وكان الماتريكس اللي قبل كده كل النقاط دي كانت بواحد، لما اللور ايدج اتعزلت اتغيرت لناقص 2. لو انت جربت ونقلت العزل ده في نقطه ثانيه زي الابر ايدج مثلا، الارقام دي اللي هتتغير، ليفت ايدج او رايت ايدج واحده فيهم هتتغير. معنى كده ان الماتريكس ستراكشر هيتغير فيه، لو هو انسوليتد واحد منهم هيبقى 2، وتعرف تحل الماتريكس على حسب عددها بالالجوريثم اللي احنا وصفناه قبل كده اللي هو بجاوس جوردن او بجاوس اليمينيشن. كده يبقى انتهينا من الجزء دوت، وهنكمل طريقه اسهل شويه للحل في الجزء اللي جاي من المحاضره ان شاء الله. شكرا لحضرتك.